الرئيس السيسي يشارك في قمة تشاورية بالإمارات تجمع الأردن ودول الخليج للتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بناء على التوجيهات الرئاسية، الحكومة تقر زيادة سعر توريد أردب القمح من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها. خلال منتدى دافوس، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بأنها دولة تصدر الإرهاب ويطالب الغرب بالإسراع من وتيرة إمدادات السلاح. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أبو ظبي التشاورية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجمع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية. وتهدف القمة إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسؤولين بالإمارات والمواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة. أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وتوفير سعر مجدي لتوريد القمح، فقد أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بقيمة 250 جنيها، وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للإردب. أول شيء في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وإن يبقى في سعر مجزي لتوريد القمح في هذا الموسم، يعني إحنا كنا سبق طبعا إن إحنا كنا خدنا قرار بإن يبقى سعر توريد الأردب هو 1000 جنيه، فالنهاردة مجلس الوزراء أقر حافز توريد إضافي ب 250 جنيه، وبالتالي يبقى كده القيمة الإجمالية لتوريد القمح إن شاء الله هيبقى 1250 جنيه للأردب، وده رقم يعتبر رقم يعني رقم مجزي طبعا بنقارن بالسنة اللي فاتت كان إجمالي قيمة الأردب يعني مع الحافز اللي كان مصروف كان حوالي 880 جنيه للأردب، فبالتالي احنا كده بنتكلم النهاردة على 1250 جنيه للأردب بالقمح، وده شيء مهم جدا مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح، وان كل دورنا ان شاء الله الفترة الجاية هو دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري. وقال مدبولي إن مجلس الوزراء أقر بصورة نهائية المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضاف أن المبادرة تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وتم التوافق على أن يتحمل المصنع أو المنتج سعر فائدة مخفض بنسبة 11% على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة. مبادرة المقدمة للصناعة القطاع الصناعي والزراعي الإنتاجي، بالفعل النهاردة مجلس الوزراء أقر المبادرة بصورة نهائية، ومعناها أن احنا هنبدأ تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع القادم،
ويمكن حضراتكم كنتوا عارفين هذه المبادرة اللي هي بتتكلم على ان احنا بنحل محل المبادرة اللي كانت قبل كده البنك المركزي كان واضحها اللي هي بفايدة 8% مدعمة بالتوافق مع اتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية. توافقنا ان المصنع او المنتج هيتحمل 11% والدولة هي اللي هتدعم او هتتحمل باقي فرق سعر الفايدة بحيث يبقى اجمالي المبادرة سنويا في حدود 150 مليار جنيه. بالمنظر ده يبقى الدولة بتتحمل في السنة في حدود 10 مليار جنيه فرق سعر فايدة، وده كله لدعم قطاع الصناعة والإنتاج الزراعي. وأيضا الحقيقة بدأت هتبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من 14 إلى 17 من يناير تم الإفراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار، والموجود في موانئ مصر حاليا يقدر بنحو 5.3 مليار دولار فقط، منها بضائع بقيمة 3 مليار دولار لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهوا من إجراءاتها. نوه أيضا إلى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانئ، وبدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع. إحنا من فترة من 14 يناير إلى 17 يناير أربع أيام أفرجنا وأنهينا إجراءات إفراج عن بضائع ب 4.8 مليار دولار. اللي موجود النهاردة على مواني مصر كلها البضائع اللي النهاردة وأنا بكلم حضراتكم وإحنا موجودين، كل اللي موجود النهاردة 5.3 مليار دولار فقط، منهم 3 مليار لسه المستوردين ما خلصوش إجراءاتهم، يعني ما قدموش أوراق من الأصل أو لسه بيخلصوا إجراءات. وبالتالي معنى هذا الكلام إن إحنا الحمد لله خلاص تقريبا نقدر نقول أنهينا فكرة المتراكم اللي كان موجود في المواني، وبدأنا النهاردة نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع، لأن عمر ما هيبقى في أي يوم الرصيد صفر، لأن كل يوم بتخرج بضائع وبتدخل بضائع جديدة. وخلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية لعام 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% رغم التحديات التي واجهتها الصناعة والإنتاج. وأكد مدبولي أنه لولا الظروف الاستثنائية في عام 2022 لكان الرقم قد تضاعف، مشيرا إلى أننا نسير في الطريق السليم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن واردتنا غير البترولية كما هي مثل العام قبل الماضي 2021 بقيمة 80 مليار دولار نتيجة للسياسة الترشيدية للحكومة. إن أنا أقول لحضراتكم الرقم المبدئي إن إحنا صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، بالمقارنة حضراتكم تتذكروا السنة اللي قبلها كنا 45، يعني تقريباً نسبة زيادة بتقترب من 20%، وده بالرغم من كل التحديات اللي واجهتها الصناعة في مصر والإنتاج في مصر في عام 22 والظروف الصعبة اللي احنا واجهناها، ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية بتقول لنا هذه الأرقام، وده بيؤكد ان بالرغم يعني وده اللي أنا عايز أقوله ان يمكن لولا الظروف الاستثنائية الصعبة اللي احنا عدينا فيها في 22 كان الرقم كمان هيبقى أعلى من كده، ولكن مع كل ده برضو احنا ماشيين في الطريق السليم من ان كل سنة بنتزايد الصادرات المصرية بأرقام جيدة جدا وبنسب ليست بالقليلة، يعني بنتكلم في 20%. لكن الرقم المهم ان ايضا واردتنا الغير بترولية وانا بأكد عليها هو نفس الرقم اللي كان موجود في 21 في حدود 80 مليار. وحتوقف عند دي النقطة دي مهمة جدا، احنا في 22 ووجهنا بارتفاع شديد جدا في أسعار سلع كبيرة زي الوقود والقمح وكل المستلزمات الزراعية اللي احنا بنستوردها من الخارج، السلع والحاجات الزراعية، ومع ذلك فاتورة الواردات كرقم هو ده معناها ان احنا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد وخطة يعني مراجعة وحوكمة موضوع الواردات الكميات نفسها قلت.
وخلال المؤتمر الصحفي أجاب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، حيث أكد أن الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت معارض ومنافذ أهلا رمضان في وقت مبكر هذا العام قبل شهر رمضان الكريم بشهرين لتستمر حتى نهايته. أضاف رئيس الوزراء أنه يتم بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكدا أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة. توجيه من سيادة الرئيس أن احنا نبدأ موضوع المعارض والمنافذ بتاعت أهلا رمضان قبلها بشهرين، يعني احنا بنتكلم أن هذه المعارض والمنافذ هتستمر لغاية كمان نهاية رمضان، يعني بنتكلم على الأقل في 3 شهور أو 3 شهور ونص، وممكن حننظر كمان بعد هذه الفترة ان احنا كمان نستمر ويعني نستمر في هذه المنافذ. وارجو ان حضراتكم يعني تسجلوا وتشوفوا الموضوع، لان فعلا هناك تخفيضات كبيرة جدا في الاسعار السلع، وده من شأنها لوحدها بتساعد على احداث نوع من الاتزان في الاسعار. شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في النهوض بهذا القطاع في مصر. وجاءت توجيهات الرئيس السيسي المستمرة لمساندة المزارعين، بداية من توفير كل المستلزمات الزراعية وتوفير المياه المطلوبة للزراعة، فضلا عن تحسين سلالات رؤوس الماشية. توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المزارعين، بداية من توفير كل المستلزمات الزراعية إلى توفير المياه المطلوبة للزراعة، فضلا عن توفير سلالات رؤوس الماشية. وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، كان الرئيس السيسي سباقا بدعم الفلاح، وموجها بزيادة توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها، وذلك بعد لقائه بمزارع القمح أثناء زيارته مدينة شربين. ده اللي الدولة حاولت ما تعكس الأزمة اللي موجودة برة على أهلها. بالمناسبة ما حدش بيدفع حاجة منين؟
احنا نجيبش من جيوبنا، نجيب مين؟ نجيب مصر. نجيب مين؟ بس برضو يعني القلب على القلب رحمة. القلب يا عينك. انا سعيد اني شفتكم ده، متشكرين، كل سنه وانتم طيبين، سلمونا على اسركم لو سمحتوا، دعواتكم الطيبة. الرئيس السيسي وجه كذلك بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان، مشيرا إلى أن مبادرة رؤوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين. يا جماعة، إذا ما كناش هنقدر نغني الناس، نغني يعني إيه نغني؟ يعني المزارع اللي بيديك 3-4 كيلو للرأس الماشية بيأكلها زي اللي بيأكل تقريبا، مش هقول يعني عشان أكون منصف، راس تانية ممكن تجيب 25-30 كيلو وأكتر من كده. مظبوط. وبالتالي نفس الجهد ونفس الخدمة اللي بتتعمل للراس الماشية اللي يجيب 3-4-5-7 حتى 10 ممكن، طب ده أنا عندي فرصة إن يديني 25-30 وممكن أكتر من كده. الفلاح المصري لم يغب أبدا عن أعين الرئيس السيسي واهتماماته، وهو ما ظهر جليا مؤخرا خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث وجه الرئيس السيسي الشكر للمزارعين المشاركين في مبادرة إزرع ولكافة المزارعين في مصر. أنا مش هقول لكم على موضوع زي موضوع القصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يصل لـ70 ولا كده كتير، 70 طن، 60 طن، 65 طن، هو بيجيب 40 أقل شوية. طب هو هيجيب الكمية ديت وبمية أقل، يبقى النهاردة لو أنا عندي فدان قصب كان بيجيب لي 40 طن، 35 طن، وبقى بيجيب لي 50 ولا 55، طب ما أنا زودت أكتر من 20% من إنتاجي على نفس مساحة الأرض. صحيح. وكمان قللت المية بتاعتي، فده جهد آخر. صحيح. إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل فيه مع بعض تحت أمر حضرتك عشان يعني عشان خاطر بلدنا يعني. وانا بشكركم وسعداء جدا باللي انتوا حققتوه، ومثال جميل جدا. وبرضو تاني بشكر كل مزارعين مصر يعني. القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تنميه الثروه الحيوانيه ومشروع احياء البتلو، وتنفيذ اكبر مشروع للصوب الزراعيه بالشرق الاوسط، بالاضافه الى مشروع 1.5 مليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي. كما ركز الرئيس السيسي على مشروعات مجمعات الاسمده والمشروع القومي لانتاج التقاوي ومشروع 1 مليون راس ماشيه ومشروع كرت الفلاح وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر. وبهدف توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة لمعدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ. وتحت رعاية الرئيس السيسي تنوعت المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من بينها مبادرة كلنا واحد، وكذلك أهلا رمضان، وغيرها من المبادرات التي تخفف عن كاهل المواطنين. كما جاءت توجيهات الرئيس السيسي باستمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك معنا. بداية، الدولة المصرية تعطي دائما أولوية واهتمام كبير للمحاصيل الزراعية للمزارع المصري في ظل تحديات عالمية كثيرة ترمي بظلالها علينا بشكل أو بآخر. كيف ترى هذه الخطوات المنفذة والذي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب قريب وتأثير ذلك على المنظومة ككل؟ هو في البداية لازم ننظر إلى الاستراتيجية المصرية اللي تم وضعها في عام 2014 في مجال الزراعة في كل المجالات، ولكن بالأخص في مجال الزراعة. في مجال الزراعة كان أهم شيء هو التوسع في الأراضي الزراعية، العمل على الاستفادة من الأراضي المصرية في كافة الاتجاهات، والبدء في زراعة
المنتجات الاستراتيجية للدولة المصرية زي القمح وخلافه المواد الزراعات الاستراتيجية، لأن ممكن في أي لحظة أو في أي وقت تحدث أزمة عالمية زي أزمة كورونا أو أزمة الروسية الأوكرانية. شفنا الدولة المصرية كان عندها احتياطي استراتيجي من القمح من خلال الزراعات، وأيضا يبقى في احتياطي استراتيجي مستمر داخل الدولة لا يقل عن 6 شهور أو 9 شهور من هذه المنتجات. طبعا في هذا الوقت تم العمل على توسيع الأراضي من خلال المشروعات القومية الكبرى اللي تم تنفيذها زي مشروع مستقبل مصر، زي مشروع توشكا، زي مشروع شلال العينات، العديد من المشروعات الكبرى الضخمة اللي هي أعادت مرة أخرى الزراعة للدولة المصرية مع التوسع في إنتاج في تشييد الصوامع، بحيث تقدر ان احنا مثلا في مجال القمح ان هي يتم تخزينها لفتره طويله، عدم انها ما يبقاش فيه هدر في القمح، الرطوبه ما تاثرش فيه بشكل كبير. عظيم. قدرت الدوله المصريه طيب. انها استاذ جميل، حضرتك ذكرت القمح يعني سلعه استراتيجيه بالتاكيد يعني في غايه الاهميه. اليوم الخبر الابرز انه تم تحديد سعر توريد اردب القمح يصبح 1250 جنيه. الى اي مدى طبعا للاردب، الى اي مدى هذه الخطوه تمثل دفعه معنويه للفلاح المصري في هذا التوقيت بالذات؟ هو طبعا لازم نعرف ايضا ان هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاح المصري، والاهتمام دائما بنشاطاته وزراعاته، لانه هو يجب ايضا دعمه، لانه بيكلف الارض وبيكلف المنتج اللي بينتجه. فطبعا النهارده بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده سعر توريد ارداب القمح من 1000 جنيه ل 1250 جنيه، طبعا دي ليها دفعه كبيره بالنسبه للمزارع ان هو يقدر ان هو يزرع كميات اكبر من القمح، يسعى الى العمل على تحسين جوده الانتاج او الزراعه بشكل كبير، الاهتمام بشكل كبير بالارض الزراعيه. كل طبعا بيزيد من القيمه داخل الدوله، بيزيد من المخزون الاستراتيجي للقمح بتاع المزارع بشكل كبير، او المزارعين ان هم يبتدوا يزرعوا القمح، ودي زي ما بقول لحضرتك هي سلعه استراتيجيه مهمه صحيح. جدا. وتسعى الدوله المصريه خلال المرحله القادمه ان يكون هناك اكتفاء ذاتي من زراعه القمح في الدوله المصريه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذة جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. وللمزيد أيضا من المتابعة معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل للإرشاد والتدريب التابع لوزارة الزراعة. بداية وبعد التحية، في ضوء المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، كيف تقرأ التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أرداب القمح، فضلا عن ضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية مع وضع سعر محفز؟ أستاذ الدكتور خالد جاد، حضرتك معنا؟ معاك يا فندم. نعم، يعني كنت أسألك منذ قليل عن هذه المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة توريد سعر أرداب القمح من 1000 جنيه إلى 1250 جنيه مع وضع سعر محفز له. والله طبعا هو احنا الحمد لله السنه دي موسم خير جدا للمزارعين. هي اولا ظروف جويه مناسبه جدا لنمو القمح، والدوله من اول الزراعه بتادي دور كويس بالنسبه لتوفير التهاوي وتوفير مستلزمات الزراعه للمزارع. والحمد لله ان الدوله راعت في ظل الظروف الموجوده وغلاء الاسعار ومستلزمات الانتاج، سعر التوريد السنه اللي فاتت كان 860 جنيه تقريبا للارداب. السنه دي الحمد لله تم زياده الارداب ليوصل 1250 جنيه، وده الى حد كبير هيدي عائد مجزي في الانتاجيه العاليه للفدان. فيعني الحمد لله ان اللي تمت الزياده او زياده سعر التوريد قبل ميعاد التوريد بوقت كافي عشان نشجع الاخوه المزارعين على توريد القمح. طبعا احنا محتاجين توريد كل حبايه قمح في مصر.
نعم دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الإرشاد والتدريب التابع لوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التحرك الفاعل من القيادة السياسية على المستوى الخارجي يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية. وخلال الاجتماع الأسبوعي أبدى رئيس الوزراء تطلعه لأن تحقق قمة أبو ظبي التشاورية الأهداف المنشودة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. ثمن مدبولي أيضا النتائج الإيجابية لاستضافة مصر للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، واستعرض كذلك نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما استعرض مدبولي نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيدا بحجم المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة، ووجه الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 584 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 320 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 250 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 8 أطنان. وإلى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء حيث تم ضبط 10 أطنان أسمنت، كما تم ضبط 395 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الإعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 388 طنا. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استمرار للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها في هذا الإطار. أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 172 طن دقيق بلدي مدعم، قام المسؤولون عن عدد من المخابز البلدية ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقليوبية والبحيرة وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها، ونجحت في ضبط قرابة 8 أطنان أرز أبيض وأكثر من 41 طن أرز شعير. قام مسؤول ومالك عدد من المخازن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والشرقية وبني سويف بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية وفي إطار استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 45 طن مواد بناء بحوزة المسؤولين عن 3 محلات ومخزنين لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية وقنا، قاموا بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط نحو 52 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمنوفية وقنا والشرقية. ونجحت في ضبط 32 طن أعلاف حيوانية بمخزنين ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وبني سويف وسوهاج، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول.
وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بالجيزة والقاهرة، ونجحت في ضبط 49 طن ونصف مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والبحيرة، وضبط 30 طن ملح طعام وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة وصاحب معمل ألبان بدون ترخيص بالغربية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات بالشرقية. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الغرب بضرورة الإسراع بشكل أكبر في تسليم الدبابات ووحدات الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية. وخلال خطابه أمام منتدى دافوس عبر الفيديو كونفرنس، اتهم زيلنسكي روسيا التي شنت عملية عسكرية في بلاده في فبراير الماضي بأنها دولة تصدر الإرهاب، وذلك حسب قوله: يجب أن تفوق إمدادات الدبابات الغربية تقدم آخر للدبابات الروسية. إن استعادة الأمن والسلام في أوكرانيا يجب أن يفوق هجمات روسيا على الأمن والسلام في البلدان الأخرى. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات كبيرة في الأسلحة في لحظة محورية من العملية العسكرية الروسية. وأضاف ستولتنبرغ خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمنتدى دافوس أن هذا الدعم هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي. هذا ومن المقرر أن يعقد قادة الدفاع بحلف الناتو محادثات في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية يوم الجمعة المقبل لبحث المزيد من الدعم لأوكرانيا. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مشاركته بمنتدى دافوس بسويسرا بمواصلة دعم أوكرانيا. وأشار شولتز إلى إمكانية الموافقة على منح كييف دبابات ألمانية متطورة دون التأكيد على ذلك، وكانت بولندا أعربت عن استعدادها تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع بشرط موافقة برلين. أعلنت وزيرة الدفاع الكندية عن توريد 200 عربة مصفحة إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وأضافت وزيرة الدفاع الكندية أن العربات المصفحة من طراز راشال سيناتور بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار كندي معربة عن سعادتها باستمرار دعم بلادها لأوكرانيا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي الناتو بمحاربة بلاده عبر أوكرانيا. وقال لافروف إن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة للإعداد الأمريكي لحرب هجينة ضد روسيا. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية موازية حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. كذلك أشار إلى أن العقوبات ساعدت روسيا على التخلص من الاعتماد على الغرب، كما أعرب عن استعداد بلاده لبحث أي خطوات جادة من الغرب لعقد مباحثات حول أوكرانيا. We'll be right back.
كلف رئيس الوزراء الأوكراني تشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل عن ملابسات مقتل وزير الداخلية الأوكراني وآخرين في تحطم طائرة. كان حاكم منطقة كييف أوليكسي أولبينا قال إن المروحية سقطت قرب مبنى سكني ببلدة بروفاري على مشارف كييف، وأشار مسؤولون إلى أنه لم يتضح بعد سبب سقوط هذه الطائرة. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة تشاطر بولندا مخاوفها بشأن التعاون العسكري الوثيق بين بيلاروسيا وروسيا. وأشار كيربي إلى أنه ليس لديه أي مؤشر على أن بيلاروسيا تعتزم المشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا. تنفذ كل من روسيا وبيلاروسيا تدريبات جوية مشتركة للتحضير لسيناريو مهام قتالية محتملة. وتستمر التدريبات حتى الأول من فبراير، وتشمل تدريبات على الاستطلاع الجوي والتصدي للضربات الجوية والحماية الجوية للمراكز المهمة. وتثير هذه التدريبات مخاوف في كييف والغرب من أن تستخدم روسيا حليفها البيلاروسي في تطوير العمليات العسكرية على أوكرانيا. نشرتنا متواصلة نتابع فيها. ازدحام على محطات الوقود في باريس قبيل دخول البلاد في إضراب عام غدا احتجاجا على تغييرات في نظام التقاعد. في فرنسا شهدت محطات الوقود لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها ازدحاما شديدا قبيل دخول البلاد في إضراب عام مرتقب خلال ساعات احتجاجا على اقتراح الحكومة نظاما للتقاعد. وفي تحرك مكثف لزيادة الضغط على الحكومة، كانت الكونفدرالية العامة للعمل والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصاف النفط قد دعت إلى القيام بإضرابات تصاعدية يوم غد الخميس ويومي 26 من يناير الجاري والسادس من فبراير المقبل. وأكدت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل على أن إضراب الغد يأتي للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح لنظام معاشات التقاعد الذي سيمدد سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما إلى 64 عاما. تستعد الحكومة الفرنسية للكشف عن مشروع تعديل نظام التقاعد من أجل ضمان توازن واستمرارية النظام التقاعدي الفرنسي. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد شدد على ضرورة إصلاح النظام التقاعدي الفرنسي وجعله أكثر صلابة. المزيد مع الزميلة إلهام نمر. أهلا بكم. بعد أسابيع عدة من النقاشات وتبادل الآراء، تستعد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن للكشف عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي تعتبره الحكومة إجراء لا غنى عنه من أجل ضمان توازن واستمرارية النظام التقاعدي الفرنسي. لكن خبراء ومتخصصين يرون أن هذا الإصلاح ليس ضرورة حتمية. في خطابه بمناسبة السنة الجديدة 2023، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إصلاح النظام التقاعدي الفرنسي وجعله أكثر صلابة.
وقال إن 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد لضمان توازنه خلال السنوات المقبلة وتعزيزه، خاصة وأنه يعتمد على مبدأ توزيع الثروات. ومن بين التغييرات الهامة التي طرأت على نظام التقاعد رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عام أو حتى ربما إلى 65. ويشير التقرير الذي نشره مجلس توجيه نظام التقاعد الفرنسي في سبتمبر 2022 أن هذا الأخير سجل فائضاً مالياً قدره 3 مليارات و200 مليون يورو في العام 2021، ولكن توقع في نفس الوقت أن يشكو من عجز مالي في السنوات 25 المقبلة. فوفق هذا المجلس يتوقع أن ينهار نظام التقاعد بشكل طفيف وتدريجي بين عامي 2023 و2027 إلى أن يستعيد توازنه من جديد ويستقر ابتداء من عام 2032. ويتوقع أن تنظر الحكومة الفرنسية في نص القانون في 23 من الشهر الجاري، ثم يعرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية اعتباراً من 30 من يناير الجاري. إثر إعلان الحكومة الفرنسية عن مشروع القانون، أطلقت نقابات العمال بفرنسا دعوة مشتركة إلى الإضراب في 19 من يناير للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح. كما تتوالى ردود الأفعال تجاه القانون الذي أثار انقساماً في المجتمع بعدما أشادت النقابة الرئيسية لأصحاب العمل بما وصفته بأنه قرارات مسؤولة وبراغماتية، بينما قالت زعيمة اليمين مارين لوبان إنها تريد التصدي لإصلاح غير عادل، في حين ندد حزب فرنسا الأبية اليساري بما اعتبره تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الاجتماعية. في الوقت نفسه هناك تلويح من الحكومة الفرنسية بتمرير القانون طبقا لمادة دستورية تخول للحكومة إقرار قانون بغير تصويت إذا شابت دولة جمود برلماني أو حصل انقسام كما هو الحال. وشهدت فرنسا قبل حوالي 30 عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في العمر والتدهور المالي في خزينتها. وكما تبعنا فإن مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا يثير جدلا كبيرا في وقت تكافح فيه الحكومة لتمرير مشروعها وسط معارضة لافتة لا يعرف من سوف تكون له كلمة الحسم فيها. استقبل أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود عثمان بمكتبة السفير الإيطالي بمصر ميكيلي كواروني، وخلال اللقاء أكد السفير الإيطالي أن مصر تعتبر الشريك الرئيسي لبلاده في الشرق الأوسط وفي منطقة المتوسط، مشيرا إلى رغبة وزير الخارجية الإيطالي في زيارة مصر، كما أعلن عن زيارة وفد برلماني من مجلس الشيوخ الإيطالي إلى القاهرة نهاية هذا الشهر. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار بمناسبة عيد ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير 2023. إلى حياة كريمة، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة وصل الخير، والتي تستهدف توزيع 200,000 صندوق مواد غذائية على عدد من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.
ووفقا لاستطلاع ميداني لفرق الرصد التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فقد تم تخصيص القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف محافظات الجمهورية. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية في قرية كفر أبو جندي مركز قطور بمحافظة الغربية، حيث قدمت القافلة الرعاية الطبية ل 1286 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان. كما شهدت القافلة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة إجراء اختبارات محو أمية ل 15 مواطنا، فضلا عن تقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ. اختتمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت لمدة يومين. قامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 235 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وقد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. شهد جهاز مدينة السادس من أكتوبر إجراء القرعة العلنية ل 28 وحدة سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص موضحا بها المنطقة ورقم العمارة ورقم الوحدة. جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث شهد جهاز مدينة السادس من أكتوبر إجراء القرعة العلنية رقم 25 ل 28 وحدة سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة، وذلك لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة. قرعة عندنا النهاردة ل 28 أسرة اختاروا وحداتهم في مدينتين، مدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة، وسيادتك وهيئة المجتمعات وفرت عدة بدائل في مدن وأماكن مختلفة، منها العبور، منها أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وكذلك منطقة مطار إمبابة. مراسم إجراء القرعة العلنية تضمنت تحديد موقع شقة كل متقدم من الراغبين من أهالي جزيرة الوراق في الحصول على سكن بديل خارج الجزيرة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص موضحا بها المنطقة ورقم العقار ورقم الوحدة. أنا كان لنا شقة بتاعت بنتي جت استلمتها القرعة اللي فاتت ورحنا اتفرجنا عليها، جميلة جدا، حلوة جميلة. لا طبعا نظافة، طبعا مباني طبعا غير المباني خالص، حاجة أحسن منها كتير طبعا. بالنسبة للعماير هنا العماير كويسة، ما فيش أدنى مشكلة فيها، الطرق واسعة، في مساحات خضراء برضو، في متنزهات، وفي كمان تخطيط عمراني كويس جيد. فهنا التطوير حلو، خدماتك قريبه، عندك مول قريب، عندك مدرسه قريبه، عندك غياس كهرباء. قبل ما اجي هنا انا كنت متوقع ان الدنيا فاضيه ومش هيبقى فيها حاجه، يعني مش فيها حياه، هو لسه مشروع بيبتدي مش هيبقى فيها خدمات. فطبعا واحنا جايين في الطريق لا شفنا حاجات جميله كتيره جدا، فعلا تستحق ان البني ادم يسيب المكان اللي هو كان فيه ويجي فيها، هي تحفه بجد بجد وفيها خدمات كتيره حلوه، يعني الفرحه النهارده مهوله. توفير سكن لائق وحياة كريمة للمواطنين مع مساحات ومسطحات خضراء هو أحد أهداف الدولة لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. افتتح في محافظة سوهاج عدد من معارض أهلا رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15% و35% بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن خطة محاربة غلاء الأسعار. هذا وأشاد مواطنو محافظة سوهاج بجودة السلع بتلك المعارض، مطالبين باستمرار عملها خلال تلك المرحلة لمحاربة موجة الغلاء العالمية. We'll be right back.
والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار، نتحول ومعه أخبار الاقتصاد بالتفاصيل. إليك مصطفى. شكرا نهى توفيق، وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة نتابع فيها. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع قضية تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جريد، ويمتد نطاق هذه الدراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد لمدة 9 أشهر. تتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة في ضوء التوسعات الهائلة والتي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية، وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة. تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ جهودها لدعم الصناعة الوطنية، وقد التقت عقب افتتاحها بالمجمع الصناعي بجرجة جمعية رجال الأعمال بسوهاج لبحث سبل دعم وتنمية الصناعة والوقوف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والمصنعون بالمحافظة. أثمر اللقاء عن عدد من القرارات، من أبرز هذه اللقاءات والقرارات أولوية التسليم للوحدات مكتملة المرافق، وعدم تسليم وحدات غير مكتملة، وإعادة تعريف وتوصيف الشركات الصغيرة لدى البنك المركزي بما يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، واستغلال الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج، واستغلال المنطقة الصناعية المخصصة بدار السلام للصناعات الثقيلة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء ميناء جاف بمحافظة سوهاج، وزيادة قدرة محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية، والعمل على تطوير ميناء سفاجة. يأتي ذلك في إطار استمرار توحيد وتكامل الجهود لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. تهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة. تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 70 وسط تداولات مرتفعة. وما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بما نسبته 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 صعد بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة. وكذلك هبط مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط مكاسبها لترتفع بذلك بأكثر من 1%، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة والمرتبطة بكورونا في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب العالمي على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتصل إلى 87 دولار و9 سنتات للبرميل الواحد. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.66% لتصل إلى 81 دولار و51 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.46% لتصل إلى 3 دولارات و
وعشرين من مئة دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 4% لتسجل 43 من مئة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وكالة الطاقة الدولية بأن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كورونا في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط في هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا كنتيجة للسقف السعري المفروض على النفط الروسي. في الوقت ذاته من المقرر أن يأتي النمو الرئيسي في إمدادات النفط من الولايات المتحدة، إذ سينخفض إنتاج مجموعة أوبك بلس المنتجة للنفط بواقع 870 ألف برميل يوميا، وقد تتصدر روسيا قائمة الدول التي ستخفض الإنتاج. هذا وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط الروسي تقلص بواقع 200 ألف برميل يوميا فقط في ديسمبر، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام منها المنقول بحرا، وفرض ائتلاف الدول سقف أسعار على الخام الروسي. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع نهى توفيق ودينا فكري. شكرا جزيلا لك مصطفى. أعلن الموقع العالمي السياحي تريب أدفايزر للسفر الذي يعد من أكبر مواقع السياحية العالمية، أعلن عن قائمة بالوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2023. كان من بين هذه القائمة مدينة الغردقة في فئة أفضل الوجهات الطبيعية، والجيزة في فئة أفضل الوجهات الثقافية، والقاهرة في فئة أفضل الوجهات بشكل عام. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه يتم تحديد الفائزين بجوائز عام 2023 بناء على جودة وكمية التعليقات والتقييمات الخاصة بالعديد من فئات الجوائز الفرعية من المسافرين على موقع تريب أدفايزر لأماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها في وجهات حول العالم على مدار 12 شهرا. أقامت مكتبة الإسكندرية ندوة بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي. وعلى هامش الندوة أحيا الفنان علي الحجار وفرقته حفلا موسيقيا تضمن العديد من ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي. وأكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد أن الموسيقار عمار الشريعي قامة فنية كبيرة ساهمت أعماله في إثراء الحياة الفنية، سواء كانت في الدراما التلفزيونية أو في الأغاني الوطنية. وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة مع ميزار، تفضل. شكرا يا نهى، وشكرا أيضا دينا. وبعد هذه الوقفة نتحول مشاهدينا الكرام وأخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحراره المتوقعه غدا باذن الله على محافظات ومدن الجمهوريه، نبداها من محافظه القاهره وفيها درجه الحراره العظمى تشير الى انها 22 درجه والصغرى 10 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في الاسكندريه 20 درجه والصغرى 10 درجات، الجو فيها مائل للبروده. في مطروح 19 10 مائل للبروده، في بورسعيد 20 10 مائل للبروده ايضا، وفي الاسماعيليه 23 8 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 21 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في العريش 20 9 مائل للبرودة، في طابة 23 10 الجو فيها معتدل، في شرم الشيخ 23 13 الجو معتدل، في الغردقة 24 12 الجو فيها أيضا يكون معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 25 درجة مئوية والصغرى 7 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في أسوان 26 درجة والصغرى 9 درجات، الجو فيها أيضا معتدل. في الوادي الجديد 25 5 الجو فيها أيضا معتدل، وفي شلاتين 26 14 معتدل. وأخيرا في حلايب درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة والجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام بعد أن استعرضنا أحوال الطقس ودرجات الحرارة نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يشارك في قمة تشاورية بالإمارات تجمع الأردن ودول الخليج للتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بناء على التوجيهات الرئاسية الحكومة تقر زيادة سعر توريد إردب القمح من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها.
الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بأنها دولة تصدر الإرهاب ويطالب الغرب بالإسراع من وتيرة إمدادات السلاح. ختم نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا دينا؟ ازيك يا نهى؟ مساء الخير عليك يا يوسف. عاملين اخباركم ايه؟ كويسين؟ تمام الحمد لله. تمام.